تصريح لمحمد شرفي رئيس السلطة الوطنية لإشراف على الانتخابات، فلنشاهد مشاهدينا الكرام. ما تفضلت به المقدمة يعني المحترمة، أول تجربة يعني ديمقراطية حقيقية في بلادنا، وذلك بافتخار التأطير، التنظيم، الوسائل اللازمة، كل ذلك يعني يمشي بانسجام وبتناسق تام. فلحد اللحظة التي أتكلم فيها مع المشاهدين الكرام، فأن من بين 13295 مركز للتصويت 90% من هذه المراكز قد فتحت وهي تشغل حاليا بانتظام، ومن بين 61293 مكتب التصويت هناك 5% عرفت يعني بعض التعطيل لأسباب خارجة عن نطاق السلطة، وهي تسعى لإيجاد حلول مناسبة حتى يكون عدد المكاتب المفتوحة 100%. لكن من ضمن لما نتكلم نقول من بين 61293 مكتب، هناك تقريبا حوالي 3600 مكتب عرفت بعض التعطيل، فإن يعني العمل باين بأن أغلبية والساحقة قلت يعني حوالي 95% من المكاتب هي الآن حيز الانشغال. فبالنسبة للمؤطرين كنا جلدنا حوالي 500,000 مؤطر لمجموع المكاتب، وفي ذلك نجد أن 430,000 راهي الآن تشغل وتعمل داخل هذه المكاتب، وسيتم تعويض الذين لم يلتحقوا بعد بالمستخلفين الموجودين حاليا داخل المكتب. لكن بصفة عامة العملية تجري في جو، بصفة عامة أقول، ما عدا فلربما بعض النقاط التي تعرض صعوبات والتي فلربما شاهدها المشاهد الكريم عبر شاشات التلفزيون، لكن أيضا في أغلب مدن الجزائر يعني هناك إقبال محترم. يعني ولاحظنا مثلا في ولايات التي حصلنا فيها على الصور المباشر، مثلا في خنشلة، في بسكرة، في العاصمة، يعني هناك طوابير يعني تفكرنا في انتخابات رئاسية 95 إن شاء الله. إذن الوتيرة والإقبال محترم جدا، ويدعو إلى الأمل الحقيقي والمؤسس بالنظر لهذا التوافد تاع المواطنين. وذلك أيضا يخص الانتخابات في الخارج، فاليوم يعني سيما في بعض المراكز التي عرفت صعوبات مثل ليون مثلا، اليوم لم يحدث أي طارئ، يعني مثل ما لاحظناه في الأيام السابقة، اليوم لحد الساعة لم يحدث أي طارئ أو عائق يحول دون ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي، ونسبة المشاركة ارتفعت يعني بكثرة في جاليتنا في الخارج. واستطيع أن أبلغكم يعني على الساعة 10 كانت مثلا في ليون
اللي شاهدنا كامل والحدث الذي وقع بها أن ارتفعت نسبة المشاركة اليوم إلى 11.63%، في أبو ظبي وآسيا طلعت 14.42%، في إفريقيا في تونس اللي تمثل يعني إفريقيا 15.81%. وهل ما جرى من ذلك يعني الارتفاع في نسبة الإعلام، وحتى يعني الممثلين المرشحين يعني كانوا موجودين في بأعداد يعني كبيرة، إذ كان تقريب 729 ممثل معين من قبل المترشحين، ومنهم حوالي 430 رأي متواجدة الآن في مكاتب التصويت، يعني كل مترشحين مجتمعين. ونعرف بأن ممثلي المترشحين يعني يأتوا سيما لما يقترب وقت فرز الأصوات، فتواجدهم بهذه الكثرة في بداية الاقتراع فهو دليل أيضا على يقظة المرشحين أنفسهم ومن يمثلهم في مراقبة السريان العملية برمتها. هذا يعني المعطيات الأولية التي يمكننا إعطائها للمشاهدين الكرام، وبعد قليل سنتمكن إن شاء الله من إعطائكم نسبة المشاركة العامة داخل الوطن. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، كان هذا تصريح لمحمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تكلم قبل قليل عن تفاصيل عملية الاقتراع في هنا في الداخل وكذلك في